القرآن حمال أوجه كل يجد فيه مبتغى. الآية لما نزلت فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، الضرب على الإطلاق. أنا أتصور على أنه القرآن لا يزال يحمل الكثير والكثير من التعبيرات، قد يكون تفسير آية الضرب إلى ما وصلنا إليه أنه هو ضرب حتى وإن ما هو مبرح، لكن أعتقد إذا كنا إحنا مؤمنين بقضية أنه القرآن يصلح لكل زمان ومكان، فأصبحت قضية الضرب في هذا العصر اللي يعني انتشرت فيه المفاهيم الحقوقية وأصبح اعتراف اللي اختلفت فيه مفهوم الذات ومفهوم الآخر وإحساس الإنسان بذاته، فأكيد أنه الآية حتما ان هي تحمل او ستحمل. ما بدنا نحور الآية يعني حتى نخرجها من مضمونها. هذا الحجاب وان كنا وضعناه نحن بملء ارادتنا وبحريتنا وبمحبه وباحترام كبير، ولكنه لا يمكن ان يمحي مشاعر المراه بنفسها بجسدها، هذا الجسد الذي يظل موجودا وان كان مخبئا تحت الحجاب.